يساعدك. الله يساعدك رواك الله رواك الله ماجور. الله يعظم اجرك ان شاء الله الدنيا والاخره. رواك الله. الله يقويك حجي. ان شاء الله الواجب الجايين له واجب فوق المقدس وليس مقدس، لان هو تحرير نبل والزهراء المدن الشيعيه المحاصره، وهذول املهم يعني بالله وهاي المجاهدين وبكم ان شاء الله. شنو رايك يعني، شنو تقول، شنو توجه، شنو سعادتك حاليا؟ يعني حقيقة سعادة لا توصف بأن نأتي من أرض الحسين لأرض الشام لتفك الحصار على شيعة أمير المؤمنين المحاصرين منذ 5 سنوات، وهذا تلبية لنداء المرجعية وأوامر مسؤولينا وقادتنا الأبطال من فيلق ودر الظافر، وهذا إن شاء الله واجب مقدس يعني كل شخص يتمنى أن يكون به. توقعك إن شاء الله عملية ناجحة إن شاء الله حسب المعلومات الموجودة عندنا، يعني واجب إن شاء الله بسيط، تكمن الصعوبة بالعمل الليلي، وإن شاء الله أبطالنا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بلياقتهم وتدريبهم وكفاءتهم، وإن شاء الله يكون هدف سهل، والله أرحم الراحمين. الله أرحم الراحمين. طبعا الحاج أبو عبد الله هو قائد عمليات بدر الجناح العسكري في سوريا. سيدنا العزيز الله يساعدك سيد جاسم قواكم الله. طبعا راية أبا الفضل العباس خلفك من على التل، طبعا هاي لها معنى كبير عند شيعة أمير المؤمنين وعند المجاهدين. أريد كلمة توجهها لي، ولو هي طبعا راح تنشر بعدين بعد العمليات إن شاء الله، لأهالي نبل والزهرات، هل مستعدين أن تتركوهم يعني يلاقون مصيرهم أم لا؟ نقول أولا لبيك يا حسين، وهاي راية أبو الفضل العباس كفيل زينب، وإحنا إن شاء الله ما نتركها للنبل والزهرات، لأن شيعة أمير المؤمنين وإن شاء الله منصورين. سيد جاسم ربي يحفظك. أبطال بدر البصرة طبعا يعني الحمد لله والشكر. طبعا نبل الوزراء هي تعتبر آمر لي سوري، آمر لي مكبر، يعني آمر لي مكبر على 10-11 ضعف تقريبا إن شاء الله، وإن شاء الله خلال ساعات العمليات راح تنطلق. طبعا المجاهدين أشوفهم هذول شو المجاهدين يأخذون نفس الوضعية ونفس الترتيب ونفس التدريب ونفس العمل اللي راح يدخلونه. طبعا الدخول راح يكون ليلي ونهاري، ونسأل الله التوفيق، وهنيئا لمن يستشهد في هذا الطريق اللي هو طريق فك الحصار عن شيعة أمير المؤمنين.